السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم فيديو جديد عن أجور الممثلين في مسلسلات رمضان 2023. الفنان محمد رمضان الأعلى ب45 مليون جنيه. الفنان خالد النبوي حصل على 35 مليون جنيه. الفنان أمير كرارة يتقاضى 33 مليون جنيه. وافق الفنان مصطفى شعبان على مسلسل بابا المجال نظير 30 مليون جنيه. الفنان أحمد مكي يشترط الحصول على 27 مليون جنيه. الفنان حمادة هلال الجزء الثالث من مسلسل المداح، والذي حمل عنوان أسطورة العشق، مقابل 24 مليون جنيه. وقدمت الفنانة نيلي كريم مسلسل عملة نادرة مقابل 22 مليون جنيه. بينما قررت الفنانة منى شلبي زيادة أجرها 20 مليون جنيه عن مسلسلها تغيير جو، بعدما حصلت العام الماضي على 13 مليون جنيه عن مسلسل بطلوع الروح. الفنانة دنيا سمير غانم تكتفي ب15 مليون جنيه. بينما تقاضى الفنان أحمد أمين 17 مليون جنيه عن مسلسل الصفارة. الفنانة منى زكي حصلت على 20 مليون جنيه. استنوني في فيديو جديد على قناة مشوار العمر. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تفعلوا زرار الجرس وتعملوا اشتراك للقناة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.